كبير جدا جدا لينا، ولانها ظاهره استثنائيه في الرياضه المصريه، وانا كم انا متشوق ويعني عندي لهفه وانتظار للحوار اللي هيكون مع كابتن سيف زاهر ان شاء الله وبطلتنا الاولمبيه هدايا ملاك. انا بقول بكل صراحه ان الحوار دوت اكيد هيبقى يعني مليان قطايف ولطايف وحلويات وميداليات، في الهيد وفي فتشات وفي الحاجات دي، كل واحده ليها رقميه. كانت ماشيه 4-5 كانوا الاول، احنا متقل يعني الامريكيه كانت كسبانه بفرق بونت، هدايه عدت ده كله لغايه 17 يعني هي وقفت، فبدات هي اللمسات بتاعتها المباشره في الاماكن المهمه اعلى. هدايه ملاك فخر مصر، بنقول لك الف مبروك، عملتي حاجه كبيره جدا لمصر وليكي على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي بالنسبه لمنتخب مصر. نتمنى ليكي مزيد من التوفيق، نتمنى ليكي الا تعتزلي وتعيدي الفكره في الاعتزال. حولها، انت كنت في الاولمبياد في المعاد، عودتينا وفرحتينا وخليتينا مبسوطين، احنا المصريين بنقول لك كملي، ما تعتزليش، احنا عايزينك توصلي للذهبيه، يا بنت مصر يا اولمبيه. استطاعت انها تسلج صدور كل المصريين وهي بتتفرج، وكانت بالفعل اول فرحه لينا في الاولمبياد طوكيو 2020، وان شاء الله باذن الله ما تبقاش الاخيره، ودايما هدايا ملاك بطله استثنائيه في المعاد، دايما حاضره وموجوده بميدالياتها وبانجازاتها. البطله المصريه، ما لذت الحياه دون تحد، من طراز اولمبي، وما قيمه الحلم ان كان سهلا. هديه ملاك، اولالا واحده كويسه قوي من هديه ملاك، بنت النيل من معدن اصيل، مليون اهلا وسهلا ومليون مرحبا، بنت مصر ومعاها النصر.